هذه الموجه هذه هي حمله كتبان فيها كامل الملامح ديال الحمله، وحمله وطنيه موجهه لكل المستعملين ومستعملات وسائل التواصل الاجتماعي اللي كيعبروا على اراء ناقده للنظام، بحال النظام باغي يوجه واحد الرساله للجمهور وللشعب المغربي بصفه عامه. الى هضرتوا ولا انتقدتوا النظام في وسائل التواصل الاجتماعي راكم يمكن لكم تشدوا، وهذه بحال قلتي رساله ديال الترهيب باش الناس ما يبقاوش يعبروا على اراء ناقده للنظام بكل حريه، ولا بحسوا براسهم يخافوا انهم غادي تشدوا الى داروا هذا الشيء. وهذا ما كيبدو ان هذه هي الرساله المبطنه تحت هذه الحمله المكتفه للاعتقالات، لان الان في هذه الشهور الاخيره يظهر ان الدوله ما بقاتش كتقلب على اساليب ملتويه باش تعتقل الناس اللي كيعبروا على رايهم، بحال كيف كان الحال قبل اللي كتلقى لهم تهم جنائيه تتعلق بكذا ولا كذا، زعما راه ماشي مباشره، دابا ولات كانت مباشره كتشد الناس لانهم كتبوا كذا وكذا، يعني جرائم راي واضحه الملامح. وهذا يعني ان الرساله الهدف ديالها هي ان الناس يفهموا ان راه الا حليتي فمك يمكن لك تشد، ماشي الا درتي كذا الا حليتي فمك غادي نلقاو لك تهمه ملفقه، لا الا حليتي فمك غتشد حيت حليتي فمك. وهذا الشيء علاش كنقول كاين الرساله، لان بحال الدوله بغات هذه الرساله تكون واضحه باش يفهموها الناس. وطبعا الرد العكسي هو ان كاين التحام، وهذا محمود بزاف، هو ان كاين التحام كبير ديال المدافعين على الحقوق ردا على هذه الحمله هذه باش يكون ضغط سواء وطني ولا دولي باش يتم اطلاق سراح كامل المعتقلين الراي اللي دافع عن حريه التعبير. تخويف صحفيين ماشي وليد الامس، زعما راه من شحال هادي وراه عقدين ديال عقدين عقود طويله تحت الحسن الثاني كانت تجربه اخرى، ولكن تحت محمد السادس زعما منذ 20 سنه كان تطور نوعي ديال الصحافه. في الاول في السنوات الاولى كانت كتبين واحد المستوى ديال الجراه وديال النضج اللي كان هو كبير بزاف، ايوا اعتقال مورا اعتقال ومضايقه من بعد مضايقه وترهيب من بعد ترهيب وحمله مقاطعه اشهاريه من بعد حمله، وحنا غاديين ودازت 20 عام وفعلا وصلنا لواحد الدرجه الان ديال الرقابه الذاتيه في الصحافه هي نتيجه هذا التخويف ونتيجه عقدين من التخويف اللي تجعل ان حريه التعبير في تراجع كبير في المغرب بسبب عقدين متواصلين من المضايقات ضد الصحفيين. رغم هاد العقدين من التخويف ومن المضايقات مازال المغاربه فيهم الحس النضالي ويمكن لهم يلتحموا من جميع اطياف المجتمع للدفاع عن حريه الراي وحريه التعبير وحقوق الانسان بصفه عامه، وهذا شيء محمود بزاف وكنفرحوا ليه.